بأجرأ لقاء تلفزيوني. اللي بيتعامل مع إسرائيل شو بيكون؟ عميل ولا لا؟ لا مش دول. يعني أنت دائما لا تعترف بوجود المقاومة. أي مقاومة؟ اسمحش. المقاومة حزب الله يعني. خلوني عيد الشغلة كمثل مرة عيب. حان الوقت لنفتح باب الجلسة على دوري شمعون. عائدتك من ميشيل عون شو هي؟ هذا رأيي، لا ما تفرعني فيه كثير، هذا رأيي. مش قادران تطلع فيه؟ ما مش قادران تطلع بالصورة؟ لا، لأنه مش عم توحى. بيقولوا كمين شمعون ما خلف، هل شاغل بوجهك شيء؟ عامل بوتوكس؟ أنت دوري شمعون بعد دم خيك. بطلت بدي أحكي الآن. كيف رح تكون مواجهة دوري شمعون مع تمام بلاد ببلد شفير الأربعاء 9:30 المساء على الجديد